سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صلوا على النبي وسلموا تسليما. على بركه الله حندير اليوم معكم نوع من الحلويات التقليديه، لكن فيها شويه حاجه عصريه. على بركه الله حندير معكم مشكله طفيره من المعسلات اللذيذه جدا جدا، تجي غير باللوز. الله الله، يعني البنه ما نحكي لكمش. الوغ انا درت لكم مقادير صغيره، نتوما تحبوا تضعفوا تحبوا لكم الاختيار. الوغ البنات، عندي 300 غرام لوز بودرة، 300 غرام لوز بودرة اللي نخدموا بها عجينة اللوز، ولا تحبوا تخدموه ترحيوه تنحوا له الزيوت كامل، تحبوا تشريوه طالع. عاد لها نفس الكمية 300 غرام لوز، لوز ماشي مقشر، فوالا لوز ماشي مقشر. عندي 100 غرام سكر ناعم، عندي بيضة كاملة وصفار بيضة، وعندي اللافاني مشكلة. الطريقة تاعها جد سهلة، لكن فيها لي زاستيس. بزاف البنات مشكلة تاع الطفيرة يديروها اللوز والجوز، ومن بعد تيك بون تنجح لهم الشكل، ومن بعد كي يدخلوها للفرن طيح لهم. علاش طيح لهم؟ لان الجوز فيه الزيوت، يطلق الزيوت، يبان كي تدخليها للكوشه تحبط لكم هذاك الديكور تاع الطفيره. ان شاء الله هذه المعلومه حطوها في عينكم، مشكله الطفيره ما تجيش باللوز بالجوز، يعني برك رانا نوعوا هكذا وهكذا، اكو عارفين. الوغ حاجه الاولى البنات، نحكم اللوز تاعي هدايا، نروح نرحيه ما نرحيهش اون بودغ، نرحيه فوق الرقيق، نرحيه فوق الرقيق فوالا، باش يوم بعد كي نخلطوه مع هذا يجينا مناسب. نحكم الاشواغ تاعي، رحي اللوز رحي كلش الله يبارك فوالا، نديرو يترحى. انا رحيت اللوز ديالي البنات، شوفوا كاش رحيتو، حنديرو في ريسيبيون. شوفوا 300 غرام لوز بالقشور مرحي درتو في الغيسيبيون، نزيد فوق البنات 300 غرام لوز اون بودغ، نزيد معاه 100 غرام سكر ناعم. المكونات بين ثلاثه فوالا، نزيد ملعقه لافاني، فوالا ملعقه صغيره لافاني، نزيد نخلط ملاح. تقدروا تستغناو على السكر غلاص، سكر ناعم، ديروه سكر عادي اللي نشربوا به قهوه، سكر المائده، باسكو حيعاودي نعاودو نرحيوه يولي بخاسك سكر غلاص. فوالا هكذا البنات، نعاود نرجعوا للاشواغ ولا الروبو، ونعاود نرحي هذه المكونات كامل مع بعض. البنات نعاود نرحيهم مره ثانيه. والله البنات انا عاودت رحيت كامل المكونات في الاشواغ، شوفوا ولا لي القوام تاعو كيفاش ولا. شوفوا هذه الطريقه الصحيحه باش تنجح لكم بشكل التفيره. اني باصي على الحلويات التقليديه الجزائريه، ولا لاحظتوا باش نحيو التراث ديالنا، والاجيال الصاعده تتعلم وتشوف واش كانوا يصنعوا امهاتنا وجداتنا. ولا البنات نخليهم بجانب، نروح للبيض. شوفوا ما تقولوا ليش صفار ولا هكذا، باش تنجح لكم ضروري بيضه كامله وصفار. ميم كي تكون عندكم كميه كبيره تاع اللوز دائما ديروا بيضه كامله وصفار، بيضه كامله وصفار، حتى تكملوا العجينه تاعكم. حنخلطهم هكذا البنات، نضربهم. نولي المكونات ديالي، شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا. هنا البنات نبدا نضيف في البيض، نبدا نضيف تدريجيا فوالا. حذاري البنات ترموا البيض كامل، لانه لو كان ترموا البيض كامل العجينه تاعكم، هذه عجينه تقدروا تقولوا عجينه اللوز هكذاك، تقدروا تقولها باسكو فيها غير اللوز، قولوا لي فكروني شغل تجي بزاف تلقى روحها، يبقى من بعد تيك ما تشكلكمش الشكل اللي كنتو حابينه. نبدا نضيف، شوفوا بيضه كامله وصفار بيضه، راهم ما كفاونيش.
انا عمت ما نديرش كلش، قادره ندير زوج بيضتان وزوج صفار، مي باش تبعوا وتشوفوا وتفهموا ملاح. فوالا شوفوا في هذه المرحله كي تكون عندكم كميه كبيره ديروا بيضه صفار بيضه، لا خصكم لا جاتكم العجينه ناشفه وخصها البيض، زيدوا بيضه وصفار بيضه حتى تحصلوا على عجينه متماسكه. فوالا البنات شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها، نحطها فوق طاوله العمل، شوفوا القوام ديالها، شوفوا نعجنها ابان ماشي الطريقه اللي نحكوها نحبوها تتعسل، نو شوفوا باش نوريكم القوام البنات كيفاش جاني. شوفوا هاد التابي ساعد بزاف بزاف البنات، يعني اللي يحبوا يخدموا الحلويات ماذا بكم تشريوه. شوفوا فيه حتى تاع الدياميتر تاع الكيك تاع تخدموا باريزون تحلوا العجينه، فيه لي تومبيراتور، فيه سنتيم مافان كيل معكم بالمسطره. شوفوا هذه تسهلكم تكيلوا السنيوات، تكيلوا الحلويات تاعكم، تكيلوا الحربوش تاعكم اكسيتيرا. فوالا شوفوا القوام تاع العجينه تاعي كيفاش جا، شوفوا متماسك، هذا هو القوام اللي كنت حابه نلحق له، عفوا ما تلق روحو ما يابس بزاف. هكذا البنات هذه هي العجينه الصحيحه والطريقه الصحيحه لتحضير بشكله التفيره. شوفوا القوام، فوالا نحط هاد العجينه تاعي في كيس بلاستيكي ولا بابيفين، وضروري البنات نخلوه ليله كامله، أن يقول ضروري ليلة كاملة. أنا باريزون ماشي هي لازم يبات، نو الوقت هو اللي يحضر. كيما دوكا راني درتها الصباح صباح العشية، في الليل نخدمو المشكلة مع بعض، مشكلة التفيرة مع بعض. ألوغ البنات أي ريحة عجينة مشكلة التفيرة، فوالا نجبدها من الثلاجة. قبل ما نبداو البنات نوجد سنيوة فيها بابي كويسون ونديرلها كمية تاع الفارينة كيما درنا في القنيلات، نحطوها بجانب. واش نحتاج البنات؟ نحتاج بابي فيم يعني للضرورة، عندي بياض البيض وعندي لي كوبات باش نتحفو الحبة تاعنا، عندي هاد الطابع هدايا القطر وقعت 5 سنتيم خدمت بيه معكم محبس العروسة، وعندنا البنات هاد هادوما كيما راكو تشوفوهم حنخدم على بركة الله. حاجة الأولى نجبد العجينة فوالا نقسمها اون دو. شوفوا البنات نعاود العجينة ملاح، شوفوا راهي طرية وشادة روحها. فوالا نحط كيس بلاستيكي فوالا صغير، نحط العجينة تاعي هكذايا ونبدأ نحلها بحليول. طريقة تشكيل مشكلة التفيرة كاين طريقتين، حنوريكم هاد الطريقة والطريقة الأخرى. هذه حندير القاعدة تاع حلوة مشكلة التفيرة. فوالا شوفوا البنات كاش حكيتها، حندير القاعدة فوالا هكذايا شوفوا البنات نحطها هنايا هذه قاعدة مشكلة التفيرة. نحي الزوائد نحطهم، نعاود نلم العجينة نخدم هاد الخمسة ومن بعد لا كفاتني نزيد نولي نخدم هادو. البنات دوكا باش نوسي هاد البول هذا تاع التفير. البنات كاين عدة انواع، انا يساعدني هدايا فوالا حندير بابي فيم باش نسهل العمل تاعي. قطع مونسو بابي فيم صغير هكذايا نحطو بجنب. شوفوا البنات باش تجينا الطريقة سهلة، نحكم كمية من العجينة تاع هاد المشكلة البنات، نديرها حربوشة هكذايا. قبل ما تبداو الخدمة خرجوها نوعا ما واحد 10 دقائق من الثلاجة. شوفوا نحط الحربوش تاعي ونبدا نضغط لتحتها باش تخرج لنا هذيك الرشمة، نحاول نوصلكم بأسهل طريقة
فوالا انا دابيتود ندير حلبوش كومبلي ونحيه، لكن خاصه المبتدئات شوفوا العجينه وحدها راهي تمشي ان شاء الله، راهي واضحه الطريق. فوالا او ميم طون راني نخدم في العجينه ديالي في الطابع هذايا، نضغط مليح فوالا ما تكملوش البنات باش تجيكم العمليه سهله. شوفوا كاش راني نضغط باش تخرج لي الرشمه، ما يخفى لكمش راكم فوق بابي في. فوالا هكا البنات نجبد البابي فين بكل سهوله ونتحصل على الرشمه ديالي. شوفوا البنات كاش جات، نحكم هذاك الدائره اللي وسيتها راهي شويه حابطه كبيره، نطلعها شويه عفوا. شوفوا بدي كوبات نخشنها على واش نواسي، نحكم هذيك التفيره تاعي نديرها هنا تغلوتو، والزوائد نحيهم. شوفوا اني كيلت جاتني سوا سوا، واش نواسي بيض البيض نديرو في ليكوتي باش تلصق لي. فوالا شوفوا المشكله تاعي راهي انا حسها راهي كبيره، ونحكم بالكوبات تاعي نبدا نطلع فيها البنات. شوفوا شوفوا كاش راني نطلع فيها البنات، شوفوا المشكله كاش جاتني. ما تنسوش ديروا بياض البيض، ديجا انا نخدم حبات هكذايا. نزيد البنات بنفس الطريقه، نولي البابي فيلم نديرو هكذا، ندير حربوش البنات على هكذايا وندير الداخل. شوفوا حاجه ما تلصق لنا بكل سهوله. شوفوا اني نضغط، انا حفظت شحال تجيني من على حساب الكيل تاع لوتوغ ديالي، واحد زوج ثلاثه اربعه. الحبه تاعي شويه كبيره، حتجيني بالتقريب 14 او 15. نضغط مليح باش تخرج لي الرشمه، نحيها البنات شوفوا بكل سهوله. نروح هذاك هذاك نصغرو هكذا البنات، تحبوا بيديكم شوفوا هكذايا، ولا تحبوا بلي كوبات. نفد التفيره تاعي نديرها تو لو تور. فوالا شوفوا جاتني سوا سوا 15 تقطيعه جاتني في الحبه ديالي. فوالا نحاول نسويها نكبر نطلعها. شوفوا البنات كاش راني نطلعها وكاش صغارت. نضغط لداخل فوالا، حلوه بزاف معسله بزاف بنينه ومعسله ولا اروع. شوفوا البنات كاش جات، نحطها في السنيوه كذلك ونكمل الحبات ديالي. كاين الطريقه الثانيه اللي بزاف يخدموها، هي نفسها، لكن شوفوا البنات يوسو حربوش. وهنايا البنات نفس الطريقه، نشكل التفيره نحيها شوفوا بكل سهوله. كاين بزاف اللي يخدم بهذه الطريقه، وكل واحد الطريقه تاعو. يدوروا البنات هكذايا، كل وحده كيفاش تخدم تخدم الطريقه هكذايا. نحي ندير شويه بياض البيض واللصق. انا الطريقه الاولى هي اللي معتمدتها. فوالا ناخذ كميه من العجينه، وانتم خيروا الطريقه اللي تعجبكم. شوفوا هكذا وندخلها بعيد بزاف. شوفوا البنات هكذا وندخلها لداخل ونبدا نشكل. فوالا هذه كل واحد كيفاش يخدم. فوالا شوفوا كي شكلتها كيفاش يعني، لكن انا دي بريفيرونس الطريقه الاولى. ان شاء الله هي وصلتكم المعلومه. نكمل نشكل الحبات تاعي كاع ونولي لكم. فوالا البنات انا شكلت مشكلة التفيرة البنات، شتو 300 غرام باللوز اون بودغ ولوز بالقشور، دارت لي 10 حبات والحبة الله يبارك، وشات لي هدايا. نخليهم البنات ينشفوا، ضروري نخليهم هكذا ينشفوا على الأقل على الأقل 5 ساعات باش نروحو نطيبوهم. ايوا البنات مشكلة التفيرة بعد ما ريحت لي خليتها واحد 8 ساعات، شوفوا يبست لي، شوفوا الشكل تاعها راهو ناشف نشفت لي هكذا. الفرن تاعي راهو يسخن،
نقص الفرن ندخلها رمش تاع عين ليه ليه باسكو كامل لوز البنات كامل لوز ما تطلعش ما فيها حتى عجينه جوست ينشف البياض البيض جوست ينشف بياض البيض نخرجوها. شوفوني شوفوا الاناقه شوفوا سكارا في اسلام اتحاد العاصمه فنجال تاع اتحاد العاصمه شوفوا شحال شباب شوفوا ندخلها اطيب ونولي لك شكل التدفير راهي في الكوشه وجدت عسل منزلي او المحلات نخليه هكذا بارد بدون اضافات لا مزهر ولا شربات. عندي كميه من المكسرات كميه بيستاش لوز اللي خدمته معكم كرز منزلي بندق وجوز. يلا البنات بشكل تفيره شوفوا بسم الله ما شاء الله طابت لي ما طحت لي ما بتبدل الشكل تاعها. شوفوا الشكل تاعها هو هو راهي سخونه. ننظفها من نجيب بابي ننظفها من الفرينه ولا نحكي البابي البنات ونضفها نرميها مباشرة في العسل عسل بدون إضافة ولا نعسلها مليح البنات نغطسها في العسل كما راكو تشوفوا حذاري تفتت لكم هكذا نحاول ندخلها العسل حتى القلبة نخليها دقيقة أو دقيقتين نكمل نقي الحبات تاعي ولا البنات هكذا نحكم الحبة تاعي نرفدها نخلي لها شوية عسل لداخل ولا ونحطها فوق سياج كما راكو تشوفوا هذاك هذا اللي هنايا يتشربوا الحبه تاع بشكل التفير بشكل تفيره من الحلويات الجزائريه التقليديه بزاف بنينه لوز في لوز كما راكم تشوفوا ما كان حتى عجينه فوالا بنفس الطريقه نعسل كامل الحبات تاعي ونولي لكم على البنات بشكل تفيره راهي تفطر محلوجد الديكور المكسرات المكسرات البنات لكم الاختيار اللي عندكم ديروه حندير حبيبه لوز بالقشور محمصين حندير حبيبه بندق في العسل ولا حندير حبيبه بيستاش ولا خصنا نزيد ندير والجوز البنات نقسمو اون دو فوالا الحبه نقسمها على اثنين هكذايا فوالا هاد البنات نمسيهم في العسل كيما راكم تشوفوا باش يشدوا فوق المشكله ديالي. نبدا نرفد البنات هكذا نرفد حبه بيستاش نديرها هنايا نرفد حبه لوز نرفد حبه بندق. شوفوا المشكله تاعي درتها الحبه كبيره الله يبارك تعمر العين فوالا ندير حبه جوز كذلك فوالا حبه لوز كذلك هكذايا شوفوا الشكل تاعها كيفاش فوالا ندير حبه كرز منزلي شوفوا كاش جات فوالا ولا شاطنا المكسرات نزيد ندير حبات واحد اخرين نكمل البنات شوفوا عشوائي بالعسل نرفد الحبات تاعي فوالا فوالا البنات نزيد حبه كرز شوفوا البنات كاش جات المعسله ديالي بسم الله ما شاء الله. تقدروا ديروا اي مكسرات عندكم تقدروا ديروا ورد الشوش كذلك تقدروا ديروا تكنتانيك لافي دور لكم الاختيار مما المكسرات تقدروا ديرهم في لاجيلي البنات انا حبيت الوصفه التقليديه بدون اضافات فوالا نكمل نعمر الحبات تاعي ونتلاقاو في طبق التقديم. فوالا البنات هذا هو الشكل النهائي تاع مشكله التفيره معسله جزائريه
يعني معروفه معروفه في عرسنا تقدم مع لاتاي، كيقولوا معسلات اكيد يكون فيها لاتاي. البنات لا عجبتكم الوصفه ديروا لايك وابوني للقناه، وبكم استمر. كنت معكم خطوه بخطوه، حاولت نوصل لكم اسهل طريقه تاع تشكيل مشكله التفيره باش تنجحوا فيها، وعطيتكم جميع الاسرار باش تقعد لكم واقفه ما تطيح لكمش. اني البنات نجيب لكم ورشات لحد بيوتكم. الوغ البنات شاركوني تطبيقاتكم وان شاء الله تنجحوا في الوصفات اللي راني نديرهم. نحل معكم حبه باش تشوفوا القوام. شوفوا البنات معسله بزاف بنينه، لوز في لوز، ما فيها ولا ورقه عجين. متتبعه قالت لي خدمي لنا بشكله التفيره وقولي لنا احتساب السعر. شوفوا البنات الحجم تاعها هذا كبير، كاين اللي يديروها هكذا صغيره، فوالا كيما هديه توصل حتى ل 25000 البنات، باسكو يعني معسله لوز في لوز. واش نقول لكم، الله المستعان. نحل معكم حبه باش تشوفوا القوام. فوالا هذه هي المشكله تاعنا، فوالا بزاف بنينه معسله ولا اروع. كما قلت لكم بدايه الفيديو ديروها لوز في لوز باش تخرج لكم يعني اصليه، ما ديروش الجوز. هذه هي، نحبكم بزاف، دمتم في رعايه الله وحفظه. سهره ممتعه، سلام.